الموعد ديال ابريل اخوان كيتذكروا هذه واحد جوج سنوات كنا ضمنا لقاء بحال هذا، وكنشكر السي حسن البهروتي اللي كان حضر معنا بالفيلم الوثائقي الاول ديالو بوليزاريو هويه الجبهه الصويت ديال الامم المتحده على القرار ديال هذيك السنتين، واحد الشرط ديال حقوق الانسان والمراقبه المينورسون تراقب حقوق الانسان في المناطق الصحراويه. وكنظن الا كان هادشي جراء ولا نتيجه للصرامه اللي تعامل بها صاحب الجلاله في هاد السنوات الاخيره مع من جمعيه ريتاج الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة في الفؤاد، فوالله ما مال الفؤاد لغيركم، وإني على جور الزمان صبور. عائلة أهلا بأهل الجود، الفراق لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. اللهم صل على المصطفى. انا كنشكرو كثير على الوطنيه ديالو، وكنظن هذا ماشي غريب على اي مغربي. فسي حسن ماشي هذا اول انتاج ديالو ولا اول اخراج ديالو؟ مع سي عبد الرزاق نصيب، ويمكن هو البوان ديال الاتصال الدائم مع سي عبد الرزاق. أنا مغربية انتشار ديال جماعات متطرفة. هذه الجماعات ممكن نقسموها إلى قسمين، جماعات موالية لداعش وجماعات موالية للقاعدة، ولكن كلها تلتقي النشيد الوطني. ما نستاهلوش غير الأمور. أنا تنحيي المبادرة ديال سي مراف. قد يبدو الأمر سهل ولكن أو بسيط، ولكن هو عميق، لأن نحتاج اليوم أكثر أننا نعمقوا على الشباب وعلى الأطفال. أستاذ مرابط رئيس الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية. هذا اللقاء ديال اليوم كيجي في اطار البرامج المسطره في برنامج الاشتغال السنوي ديال الائتلاف الوطني للدبلوماسيه. كما جرت العاده فكل شهر ديال ابريل كل سنه الائتلاف الوطني للدبلوماسيه الموازيه كينظم لقاء وطني في هذا الحجم هذا، اما لتعريف المستجدات في الساحه ديال القضيه ديال الوحده الوطنيه، واما لاعطاء بعض التوضيحات على القرارات الامميه اللي كتخاد بما يخص القضيه ديال الوحده الوطنيه. الاحتفال ديال هذه السنه جاء يمكن في توقيت جيد، لان جاء من بعد خروج القرار الاممي
24/14 اللي كيخص القضيه ديال تمديد مده الشغال ديال المينورسو، واللي كيظهر منها ان المجهودات والمعامله الصارمه ديال صاحب الجلاله مع عميل في الصحراء في هذه الاشهر الجديده اعطى الثمار ديالو. يعني شفنا القرار كان صارم مع جهه ثانيه، صارم من ناحيه انه قلص المده ديال الانتداب ديال قوه ديال المينورسو في الصحراء من عام من سنه الى 6 شهور، وهذا يعني ان اليوم يمكن كل شيء مطالب بتسريع الوتيره باش نلقاو الحلول في اسرع الاوقات. وكان صارم في الطريقه اللي يطلب من جبهه البوليزاريو باش ترجع الامور الى نصابها وترجع الى الحال ما قبل ابتداء ديال المناوشات ديالها، وهذا كيثبت ان اليوم الموقف ديال المغرب في القضيه ديال الصحراء ديالو موقف قوي، ويمكن حنا قربنا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نحققوا الانتصارات اللي كينتظروها المغاربه. فيما يخص النشاط ولا التسلسل ديال النشاط، فحنا شفنا كان تكريم ديال عده شخصيات اللي كتشتغل في المجال ديال الدبلوماسيه، شفنا الشق الاقتصادي الرياضي الديني السينمائي، وهادو كلهم هما اللي كيكونوا المقومات ولا القوه ديال الائتلاف الوطني للدبلوماسيه المغربيه، لان عبر هذاك الشغال في هذه الاطارات كيمكن نوصلوا الصوت ولا المواقف ديال المغرب الى ابعد مدى. فشفنا تكريم ديال سي عبد الرزاق نصيب اللي هو الممثل ديال الائتلاف في دول امريكا اللاتينيه، اللي كيدافع باستماته وهذه المره هذه باللغتين الاسبانيه والبرتغاليه على الموقف ديال الصحراء، يمكن في معاقل كانوا محتلينها بواحد الطريقه قويه الاعداء ديال الوطن. فاليوم الموقف ديال المغرب في هذه البلدان ولا قوي، وحنا في صدد الاعداد لواحد الجوله في هذيك المنطقه ديال امريكا اللاتينيه برفقه السي حسن البهروتي باش نروجوا لهذا الفيلم اللي طلبنا من السي حسن البهروتي باش يدير ليه الترجمه الى الاسبانيه والبرتغاليه باش يسهل الفهم ديالو في هذيك البلدان. شفنا الدبلوماسيه الرياضيه والقوه ديالها في رفع العلم ديال المغرب في بلدان يمكن كان عندها مواقف معاديه للمغرب، شفنا الدبلوماسيه الدينيه واللي وصلت في الترويج ديال الصوره ديال الوسطيه والاعتدال ديال الدين ديالنا ومنها ديال المغرب في بلدان يمكن كتعاني الويلات من التطرف. شفنا الدبلوماسيه السينمائيه واللي كان حسن البهورتي من الرواد ديالها والدور ديالها في الدفاع عن القضيه الوطنيه، وكنظن ما يمكننا غير نشكروا كل الناس وكل المتفائلين والمتدخلين اللي شاركوا في هذا النشاط هذا واللي كيشاركونا طيله الوقت في الدفاع عن القضايا ديال الوحده الوطنيه.